هنتكلم عن ماكوينا وعن عادل رمزي، الاثنين مدربين شباب. يعني ماكوينا عنده 36 سنه، عادل رمزي عنده حوالي 46 سنه، الاثنين مدربين شباب. يمكن احنا بننادي في الفتره الحاليه ان احنا يكون عندنا عناصر شبابيه بتقود الفرق في الدوري المصري الممتاز، ويمكن طبعا في منهم تالقوا بشكل كبير وبشكل لافت للنظر في السنين اللي فاتت دي، خاصه السنه دي والموسم اللي فات واللي قبليه. شايف الظاهره دي عامله ازاي في بطوله كبيره جدا زي بطوله الافريكان فوتبول؟ ده واللي منجحها النزعة الهجومية الموجودة عند الفرق كلها، كل الفرق بتلعب من غير خوف، بيلعبوا بنزعة هجومية كبيرة بأفكار مختلفة عن الأفكار التقليدية اللي احنا كنا بنشوفها عند الفرق الأفريقية، خاصة صن داونز. دايما كنا واخدين فكرة عن الفرق اللي بتلعب في أفريقيا عندها نوع من أنواع العشوائية، ما فيش تنظيم. لا، احنا بنشوف دلوقتي صن داونز ما حدش يعني يفرقه عن الفرق بتاعت أوروبا، ويمكن ده اللي كان منجحه الافكار نفسها اللي موجوده عند المدربين منهم مكوينا وكان قبله بيتس موسيماني. فانت بتتكلمي، لا يعني نجاح باين وملحوظ بالنسبه للناس كلها. كابتن عادل رمزي جه بعد تجربه مريره للوداد في الموسم الماضي وتكرار وتغيير كتير في الاجهزه الفنيه، عامل ثبات في التشكيل وعامل ثبات وغير من الشكل الفني لفريق الوداد، وده بان في البطوله. واضح ان هم يبقوا منافسين بشكل كبير في بطوله دوري ابطال افريقيا. لا، فانا شايف ان هي تجربه ناجحه ومؤثره بشكل كبير، خاصه في البطوله بتاعت الدوري الافريقي لكره القدم، وده يعني انعكس بشكل كبير. لو جينا نقارنه بالدوري المصري هتلاقي احنا الدوري المصري عندنا تجارب ناجحه جدا. صحيح. كابتن مجدي عبد العاطي مع نادي زد، كابتن احمد عبد الرؤوف مع نادي بلديه المحله. لا، فهي التجربه نفسها عامه بشكل عام هي تجربه ناجحه، اللي انت بيبقى عندك عناصر شابه عندها طلعات كبيره. أكيد. على المستوى الفني عندها تجارب بتشوف بره ان صحيح. الدنيا بتحصل فيها ايه، الدنيا بره عامله ازاي، فبيبقى عنده ابديت بشكل كبير. بالظبط، عنده ابديت بشكل كتير، بتلاقي الدنيا كلها مختلفه بالنسبه لشكل الفرقه فنيا. يعني تلاقي دايما بلديه المحله اللي هو انت بيلعب مش خايف اي مباراه، بيلعب جوه ملعبه بره ملعبه بيدور على المكسب. نفس الكلام لو جينا رحنا لصن داونز هتلاقي نفس الطريقه، بيلعبوا بره ملعبهم زي على ملعبهم، هي نفس الفكر، بيلعبوا الضغط العالي، بيلعبوا دايما على الاستحواذ والباسنج جيم. نفس الكلام هتلاقيه بيحصل في الوداد، بيلعبوا في تونس بنفس الشكل، بيلعبوا على ملعبهم بنفس الشكل. فده يمكن النجاح اللي كان موصله المدربين اللي عندهم عنصر الشباب وعنصر تطلع الفني الكبير، وده اعتقد انها تجربه ناجحه بصراحه. صحيح.